كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. لقاء جديد مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني وبرنامجكم عابر سبيل. حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك. بارك الله فيك، رفع الله قدرك في الدارين. جزاك الله خير. أحبتنا في الله، في الحلقات الماضية تحدثنا عن معنى كلمة عابر سبيل، وجلينا ما معنى عبور السبيل وما هو المركب الذي يتخذه عابر السبيل في طريقه في الفرار إلى الله تبارك وتعالى، وكيف يمكن أن يجلي هذه الآلية التي يعيش بها في عبوره إلى الله تبارك وتعالى. ثم ذكرنا صورا تتعلق بالعالم وشبيه العالم، وكيف يمكن أن يكون عابر السبيل في سؤاله في طريقه إلى الله عز وجل يعترضه بعض الأمور، كأن يكون هناك شبيه عالم فيفتيه بأمر يؤدي به إلى الخلل. ثم توقفنا في الحلقة الماضية تحديدا عن أن أبرز مثال وأبرز صورة في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم لمسألة سؤال وجواب الحكيم، ذكرنا أنها قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا. هذا الرجل اللي قتل 99 نفس وجاء ليسأل عن التوبة، فدلوه على راهب فقال هل لي من توبة، فقال له ليس لك من توبة، فقتله وأتم به 100. ثم وفقه الله تبارك وتعالى بعد أن لا زالت التوبة تعالج نفسه وتخالج صدره، فدلوه على عالم راهب فذهب إليه ليسأله. وعند هذا توقفنا شيخنا الحبيب عند نقطة أنه ذهب لهذا العالم الراهب ليسأله عن مسألة أنه هل لي من توبة، فأجابه، وقلنا أنه أجابه. تفضل شيخنا أن ثلاث محاور جلت هذه الصورة، فقال نعم لك توبة، ثم قال له من الذي يمنعك من التوبة، ثم دله ونصحه وقال إنك في أرض سوء فهجرها إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله. فكانت هذه الثلاث محاور هي صورة جواب الحكيم. فهل يمكن أن نشير أو نقف مع كل واحدة من هذه الثلاث شيخنا الحبيب؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جواب الحكيم هو أن يجيب المفتي السائل بأكثر مما سأل نصح له، يعني لا يتم ولا تتم النصيحة من المفتي إلى المستفتي إلا إذا وفى له الجواب. ده ما يسمى بجواب الحكيم. وقد أشرت قبل ذلك أن الزيادة على الجواب يعدها أهل الفتوى من الأخطاء التي يقع فيها المفتي. ليه؟ لأنه ممكن يضيع عليه الجواب. الزيادة ممكن يضيع عليه الجواب، لكن جواب الحكيم ليس من هذا السبيل. يعني هو القدر الذي منعه أهل العلم بالنسبة للمفتي أن يفرع الجواب بالنسبة للمستفتي أنه يدخله في تفاصيل تتعلق بالفتوى هو لا يحتاج إليها. أما إذا كانت الفتوى لا تتم إلا بأن يزيد عليها وأن يجليها، فيجب على المفتي في هذه الحالة من باب النصح أن يفعلها. وأنا أقصد كلمة يجب، أرجو يعني قد سبق لساني، لا أقصد الوجوب الشرعي أن المفتي يأثم، لكن يعني يفضل له ينبغي له طالما أنه في باب الناصح أن هو يستوفي جوابه للمستفتي. هذا المفتي لما سأله هذا القاتل أجابه إجابة ماتعة تدل على أنه عالم فعلا. لما قال له إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال له نعم. هو جاوب بالعدد معدل. فهذا هو الجواب. أنا قتلت 100. تمام يقول، لأن أتم بالراهب. نعم. أتم بالمئة الراهب. فنعم كده تمام الجواب. جميل. وربنا تبارك وتعالى أنزل في كل كتبه أن رحمته تغلب غضبه وأنه هو الغفور الرحيم، وأن العبد مهما فعل الذنب
فذنبه شيء ورحمته وسعت كل شيء. فأي عالم له اطلاع على ما أنزل الله عز وجل من الكتب يعلم هذه الحقيقة الثابتة التي لم يختصنا الله تبارك وتعالى بها كأمة الإسلام، إنما اختص كل الأمم السابقة لأنها كانت أمة إسلام أيضا. نعم، يعني المسألة مرتبطة بالله عز وجل، بذات الله تبارك وتعالى، أن هذه الرحمة ليست قاصرة على أمم من الأمم، وإنما هي منحة ربانية من لكل الله الأمم تبارك وتعالى. نعم. فهذا العالم بما قرأ من الكتب وعلم عن الله تبارك وتعالى أنه لا يتعاظمه ذنب، وأن العبد إذا أذنب مهما أذنب ورجع إليه قبل منه. وعندنا آيات كثيرة، من أشهرها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا، الإسراف هو مجاوزة الحد في كل شيء، فمعنى أسرفوا على أنفسهم في الذنوب يعني ما تركوا ذنبا إلا فعلوا. أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكلمة جميع دي من صيغ العموم، نعم، أي أن الله تبارك وتعالى لا يتعظمه ذنب كان كبيرا أو كان صغيرا، إذ لا معقب لحكمه وهو يفعل ما يريد. الله أكبر. فالشق الأول أعطى القاتل حقيقة جوابه، وكان يمكن للقاتل أن ينصرف ويأخذ بعد هذا الجزء من الإجابة، بعد هذا الجواب. جميل. نعم، لك توبة، لكن لا تتم توبة رجل قتل 100 نفس وذبحهم ذبح الخراف ولم يهتز له قلب. كيف يمكن أن يتوب هذا الإنسان وهو في أرض سوء ليس فيها عالم؟ والعلماء هم مصابيح الدجى في كل مكان، يعني أي بلدة أقفرت من العلماء فهي بلدة سوء. أقفرت من الخير، أقفرت من الخير، نعم، فهي بلدة سوء. فإذا بقي الرجل في هذه البلدة ربما دعاه أقرانه ممن يخافون بأسه إلى العودة مرة أخرى إلى القتل. جميل. وربما اغتاظ من رجل فلم يملك نفسه فقتله. نعم. يعني إذن ما هو الوازع؟ يعني هو ما في. هو هذا القاتل بعد ما الراهب قال له نعم ألك توبة، هيهبط عليه من السماء شيء صلاح يحوله إلى إنسان أبدا صالح فاضل يعرف حدود الله عز وجل ويقف عندها؟ لا، لابد له من معية، هذه المعية هي التي تعينه وتكبح جماحه أنه يرتد إلى الشر مرة أخرى. نعم شيخنا، عفوا، هي الفكرة كما تفضلت، قد يكون الذين يخشون بطشة هم من يزينون له هذه المعصية. بالضبط. بالإضافة أن في هناك فئة أخرى للأسف، وهي فئة كبيرة جدا، اللي احنا باللهجة العامية نقول المطبلتية، اللي ماشيين وراء المنتفعين من معصيته، هؤلاء الذين ينتفعون من معصيته ويمشون في ركابه ويستفيدون مرات من صاحب المعصية أكثر من استفادته هو. مسألة أنهم يجمعون الإتاوات ويجبون الشر إليهم بسبب هذا الظالم. فهذه الفئة قد أيضا تدفعه دفعا للبقاء. بالضبط. يعني في النهاية البيئة ليست صالحة أصلا لاحتضان هذا الرجل ولا لتمام توبته. جميل. واخد بالك؟ فتمم ذلك بنصيحته، لأن المفتي حتى وإن صغرت سنه يعد بالنسبة للمستفتي كالوالد، ينبغي أن يحرص على صلاحه وأن يدله على أفضل شيء. جميل. فضلا عن أن المفتي في النهاية كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه يوقع عن رب العالمين على الفتوى، وهذه الخطورة يعني الكبيرة تجعل المفتي يحذر أنه يطلق الكلام على عواهنه، وأعلم أنه مسؤول عن هذه الفتوى. لأنه عندما أقول نعم لك توبة لابد أن يكون لي مستند شرعي في نعم هذه، نعم، وإلا يبقى دفتيات على الله تبارك وتعالى، ولا يوزع صكوك من عندياته، بل يعتمد على أثر ومستند شرعي ينطلق منه في فتواه. ده صحيح.
وإذا حتى أفتى في حكم جزئي في الشريعة كان يقول هذا حرام وهذا حلال، فلا بد أن يكون مستندا لدليل في الشرع. جميل. وإلا كان مزورا. وتخيل بقى لو إن في واحد مثلا، ولله المثل الأعلى بنضرب الأمثال، واحد زور توقيع رئيس الجمهورية أو الأمير أو الملك، أي واحد من الرؤساء الذين رأسون البلاد، أتى هذا الرجل وزور توقيع رئيس الجمهورية، كيف تكون عقوبته؟ أعتقد أشد العقوبة، أشد العقوبة يعني. فكيف إذا زور هذا المفتي توقيع رب العالمين، كما يعني اصطلح ابن القيم على هذا أو جل هذا، أنك كأنك توقع عن الله في الأرض وتقول هذا حلال وهذا حرام، قد أذن لك الله تعالى أن تفعل أو لم يأذن لك أن تفعل. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا سئل عن مسألة فكان يقول يعجبني ولا يعجبني، فقيل له ألا تقول حرام وحلال؟ فتلا قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الله أكبر. فأنا عايز أقول بالغ الورع في مسألة نعم الطرح. أي طبعا ورع بالغ في هذا، وهذا كثير في كلام الأئمة، كلام مالك، كلام الشافعي، لكن وقعت في كلام أحمد بصورة ظاهرة شوية رضي الله عنه أجمعين رحمة الله عليهم جميعا. فهو هذا المفتي عندما يقول نعم كأنما يوقع عن الله في الأرض، فلا بد أن يكون له مستند. ونحن نعلم بالضرورة من الأدلة التي عندنا والتي في الكتب السماوية الأخرى أن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا ولا يتعظمه ذنب أيا كان، حتى الشرك، حتى الشرك، حتى الشرك، الشرك نفسه يغفره الله إذا رجع من الشرك إلى التوحيد، يغفره الله تبارك وتعالى. بعدما قال له نعم قال ومن يحجم عنك باب التوبة، هذه أمانة العالم، كأنما يرد على الراهب الأول بغير تواطؤ، أو ربما قال له القاتل إني سألت رجلا فقال ليس لك توبة، فيصحح الخطأ الذي وقع فيه الراهب الأول أو المفتي الأول أنه لا توبة له. هو بالنسبة لنا بغض النظر عن توصيفه كعالم أو راهب فهو مفتي، وخاصة بالنسبة للمتلقي اللي هو هذا الرجل، هو مفتي، هو أفتاه بغض النظر عن عدته العلمية، فهو تلقى فتواه بالقبول وتلقاها بالسمع والطاعة، وعلى أساس أنا مالي توبة فقتله. أي نعم، لكن الذي أريد أن أشير إليه هو في أمانة العالم أنه قال ليس هذا من ملكي، وهذا رد على كل الذين يحتجرون الجنة ويعطون سكوك الجنة للناس، وإن أي رجل يريد أن يدخل الجنة يدفع مبلغ معين أو إلى آخره، والكلام ده كما فشى عند بعض الناس في هذا. لا، العالم الأمين يقول ما له وما عليه. نعم، ما له وما عليه. ومن يحجب عنك باب التوبة دي متعلقة الحقيقة بأصل كبير، وهو أنه لا سلطان على أحد في قبول التوبة. الله أكبر. ولذلك أي رجل يحتكر التوبة ويمنعها من الخلق ظلما وعدوانا ترتد هذه العقوبة على هذا الشخص. يعني في صحيح البخاري من حديث سمرة ابن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل لآخر والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عملك. الله أكبر. وفي رواية أخرى خارج الصحيح قال فأوحى الله إلى نبي هذا الرجل قال له قل له يستأنف العمل، يعني يستأنف العمل كأنه لم يعمل شيئا ويبتدي يعمل من أول وجديد، لأن عمله كله سقط. هذا الذي كأنما غرته طاعته بالضبط، وقيم هذا الرجل على أنه ولا شيء بسبب معاصيه. بالضبط. ويوضح هذا المعنى اللي أنت قلته وهو واضح في حديث سمرة ما رواه الإمام أحمد وأبو داود في السنن
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أخواني أو كان رجلان متواخيان في بني إسرائيل، أحدهما مجدا والآخر مقصرا، فكان المجد إذا لقي المقصر يقرعه يقول له أنه لا يحل لك أن تفعل هذا، يجب أن تقلع عما أنت فيه وإلى آخره. ففي مرة من المرات بعدما أكثر هذا المجد على هذا المقصر في الإغلاظ والنصيحة قال له خليني وربي، يعني ما لك بي علاقة، خليني وربي، أجعلك الله علي حسيبا أم بعثك علي رقيبا؟ فقبض الله عز وجل روحهما وأوقفهما بين يديه وقال للمجد أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما؟ خذوه إلى النار وغفر للمقصر ودخل الجنة. فحتى الافتيات على الناس والحكم عليهم بالتكفير وأن ربنا لن يقبل منهم حتى وإن صلوا وإن صاموا وإن تابوا لأنهم يعني ليسوا على التوحيد بزعمهم، هذا مرتع وخيم جدا يعني. نعم شيخنا، لعل أيضا من ضمن الأمور التي كانت سببا في مغفرة الله تبارك والله تعالى على وأعلم مغفرته لهذا الرجل كمال حسن ظنه بالله تبارك وتعالى، خلني وربي، فهو طلب من الرجل المجد أن يقول له خلني وربي، فكأنما بضاعته الأكبر الأظهر هنا أنه أحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، والآخر كأنما أكثر عليه فظن كما ذكر له رب العزة تبارك وتعالى. طبعا هذا معنى جميل، والحقيقة وانت لما ذكرت هذا حضرني حديث أنس في آخر صحيح مسلم في حسن الظن بالله تعالى، قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الله ثلاثة أو أربعة فيخرجوا من النار، فإذا خرجوا من النار قال الله عز وجل أعيدوهم فيها، فالتفت واحد منهم وقال يا ربي ما كان ظني بك إذ أخرجتني منها أن تعيدني فيها، قال أدخلوه الجنة. يعني هكذا يبلغ حسن الظن بالله تبارك وتعالى رجل خارج من النار ويقول الله عز وجل أرجعوهم فيها، يعني ليس له عمل، ومع قوله ما كان ظني بك إذ أخرجتني منها أن تعيدني فيها، والله الذي يعلم يعني سعة رحمة الله تبارك وتعالى لا يقنط أبدا من ذنب فعله. نعم، فكأنما كمال الأمر كان في حسن الظن بالله تبارك وتعالى وهو الذي أوصله إلى الجنة. لأن القضية لو كانت مرتبطة بالعمل لما سمعنا حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما كان دخولنا الجنة صلى الله عليه يجعلنا وإياكم المسلمين من أهلها بإذن الله إنما يكون برحمة الله تبارك وتعالى. وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. الله أكبر. وقرأت في ترجمة سليمان بن الطرخان التيمي وهو أحد التابعين ممن يروي عن أنس أنه وهو في سياق الموت قال لمعتمر ابن سليمان لابنه يعني قال يا بني حدثني بالرخص لعلي ألقى الله عز وجل وأنا حسن الظن به. الله أكبر. يعني لا يحدثه بالوعيد ولا يحدثه يعني العقوبات، إنما يحدثه بما أعده الله تبارك وتعالى للمطيعين وما وسعة رحمته للمذنبين، لعله يجد فيما يسمع من سعة رحمة الله عز وجل ما يجعله مقبلا على ربه تبارك وتعالى. وهذه السنة إذا جاء الإنسان على الإنسان وجده في سياقة الموت أو يحتضر كما في حديث عبد الله بن شماس المهري في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه في تحسينهم لظنه بالله تبارك وتعالى. نعم. هي السنة أن إذا دخل أحدنا على شخص في سياقة الموت أن يذكره بحسن الله حسن ظنه بالله تبارك وتعالى حتى إذا أقبل وهو محسن الظن بالله عز وجل. نعم. الله يبارك فيك شيخنا. طيب شيخنا، بعد أن ذكرنا هذا الكلام لعل هناك ربطا قبل أن ننتقل إلى المحور الثالث وهي مسألة النصيحة، يعني هو كما تفضلت كمال الأمر وتمامه كان في النصيحة التي تحضه على أن ينتقل من البلد التي هو فيها إلى البلد الأخرى التي يعبد الناس فيها الله تبارك وتعالى، أنك في بلد فيها أناس أو اذهب إلى بلد فيها أناس صالحين يعبدون الله عز وجل.
قبل هذه النقطة في محور متعلق بكلمة ما تفضلت به، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هذه الآية العظيمة التي هي كما قال عنها عبد الله بن سعود أرجى آية في كتاب الله عز وجل، وذكر كثير من الصحابة يعني محبتهم لهذه الآية لما فيها من البشارة لهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وما تفضلت بأن القصة مرتبطة بقتل 100 نفس، الربط ما بين هذه الأمرين والحكم على الناس بمسألة التوبة ونظرة الناس إلى الصغائر أو حتى الكبائر وحكمهم على عامة الناس أن تبرر التوبة، ينظرون بعلوية، وخاصة الكلام للملتزمين أو من هم على الطريق الصحيح. نريد أن نقف مع هذه وقفة قبل أن ننتقل سويا إلى المحور الثالث بإذن الله عز وجل، قبل أن ننتقل معا إلى المحور الثالث بإذن الله تبارك وتعالى. وأستأذنك قبل أن ننتقل للأمرين أن نقف عند هذا الحد في هذه الليلة بإذن الله عز وجل، على أمل أن نلقى المشاهدين الكرام في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. جزاك الله خير شيخنا، رفع الله قدرك في درجة. أحبتنا في الله، لا زال الحديث معكم مستمرا ومع عابر سبيل ومع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني بإذن الله تبارك وتعالى، ومع هذه المحاور نلقاكم غدا بإذن الله تبارك وتعالى، وحتى نلقاكم نقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.